فلما توصل انه القضاء والاجهزه الامنيه تاخذ النكات على سبيل على محمل الجد لدرجه تجريمها، صار ممكن تجريم اي كلام بيصدر عن اي شخص غير كوميدي ومش نكتجي ومش ساخر. وهذا الشيء بيعني انه نحن بموضوع قمع الحريات طبعا عم ننزل درجه الى الاسفل. الامن اللبناني عم بيلاحق الكوميدي نور حجار، والسبب نكتة عن الجيش اللبناني وكيف بيشتغل عناصره ديليفري بسبب الأزمة الاقتصادية. عم تتخيل تقصف إسرائيل بس كل الجيش بتوترز؟ اللافت كان انتشار فيديوهات قديمة لنور حجار استخدمت بحملة تجيش وتحريض ضده على مواقع التواصل الاجتماعي. دار الفتوى تقدم بإخبار ضده أمام القضاء بذريعة الاستهزاء بالقرآن والمقدسات الدينية. هالاستجابة عم بتحول هيدي البيئات لجنود، صرنا نلاقي مصطلح جديد، جنود الرب، جنود الفيحاء، جنود الأرز، ما بعرف جنود مين بعد، بالوقت اللي هيدا بيعني أنه عم يتحولوا هول البيئات لمطاوعة بمصطلحات مختلفة على فئات مش هي اللي عم بتأجرم بحق البلد، على فئات ما عم تأذي حدا، عم تمارس بكل بساطة حريتها بالاختلاف، حريتها بأنها تعيش مثل ما خلقت، حريتها بأنها تعبر عن آلامها وعن أوجاعها بالنكت. التضييق على الكوميديا عم يحصل بسياق هجمة سلطوية لقمع الحريات العامة والفردية وحرية التعبير بلبنان. ملاحقة الكوميديين منا الأولى من نوعها، فبال 2021 استدعيت المؤدية شادن فقيه للتحقيق قدام المحكمة العسكرية بسبب فيديو أجرت فيه اتصال بقوى الأمن الداخلي عم تسأل عن كيفية خروجها من المنزل لشراء فوط صحية خلال فترة الحجر الصحي. اجتني هلأ وبدي روح جيب كوتاكس بس خايفين ما أخذ ضبط، في حدا منكم يروح يجيب لي؟ الفيديو بوقتها استفز المحكمة العسكرية لأن شادن استخدمت عبارة اجتني، فاتهمت بتحقير عناصر الأمن. الحملة على الكوميديا وصلت لحد الاعتداء على مؤسسات إعلامية، حصل هالشي بعد سكتش ساخر على قناة LBC للممثل حسين أوق بيتناول بيئة المجتمع الشيعي واللي اعتبر تهجم على بيئة حزب الله، وتم إلقاء قنبلة صوتية على القناة. وكان سبق لأوق وشريكه المخرج محمد دايخ أنه نتعرضوا لحملات تخوين متكررة لتناولهم بسكتشات ساخرة بيئة حزب الله. المفارقة بكل مرة هي ملاحقة اللي بيسخر من الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بحين بيبقى اللي بيتسببوا فيها وبأزمة اللبنانيين معفي من أي ملاحقة أو محاسبة. ما شفنا جنود عم بي يعني بمعنى ما جمعيات عم تتأسس نفسها كجنود لحدا من أجل ملاحقة الفاسدين، ما شفنا أشخاص نافذين عم يتم احتجازهم ل 11 ساعة قيد التحقيق مثل ما صار مع أحد الكوميديين بمسألة بتتعلق بالفساد أو شبهة اغتيال أو تعرض جسدي لمتظاهرين أو اختلاس أموال أو إسراء غير مشروع أو عدم اتخاذ تدابير احترازية بتفجير ميني نووي بالبلد. ما شفنا هيدي المعاملة القاسية من السلطة القضائية والأمنية بحق المجرمين الحقيقيين بالبلد.